هاي هاي، عاملين ايه؟ مين فينا ما بيحسش بتأنيب الضمير لما ولاده بياكلوا اكل مش صحي؟ مين فينا ما عندوش الصراع النفسي وهو جعان، اللي هو نفسي في ساندويتش، باتيه، كروانسون، بيتزا، كيك، وفي نفس الوقت ما حسش بتأنيب الضمير؟ ساعات بيبقى نفسنا في خروجة فطار حلوة، عندي ساعة بريك، عاملة دايت ومش عايزة ابوظه، مستعجل وعايز حاجة سخنة وفريش وفي نفس الوقت يبقى معاها القهوة. تفتكروا في حد يقدر يحقق المعادلة دي؟ ايوه، هاني اندو حققوها وعملوا مخبوزات صحية وبتشبع، واحنا هنا في سر الصنعة جايين نشوف عملوها ازاي. محدش هيقدر يكلمنا ويحكي لنا فكرة هاني اندو إلا صاحب الفكرة والكوفاوندر والمدير التنفيذي نرمين أمين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا عايز أعرف معلومات كتيرة قوي النهاردة. أنا الأول برحب بيك. أنا مبسوطة وسعيدة إن أنا هتكلم النهاردة عن هاني اندو وهعرف حاجات كتيرة قوي. عندي أسئلة كتيرة قوي 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 مستني أعرفها منك، وأكيد أكيد يعني مفيش أحسن منك هيكلمنا ويقول لنا على الفكرة. نبتدي منين؟ نبتدي منين؟ يعني إيه هاني اندو؟ يعني عسل وعجين. عسل وعجينة. أوكي، حلوة. حلوة. سألتي سؤال ده عشان ناس كتير بتبقى تسأله. حلو. إيه سبب التسمية؟ سبب التسمية ان احنا كنا بنفكر البداية ان انا عايزة حاجات ما فيهاش سكر مضاف، ما فيهاش سكر ابيض، وان البديل له حاجة صحية، فجت فكرة عسل. وبعدين قلنا طيب احنا هنبتدي بايه او هنشتغل على ايه، فكان فكرة العيش والمخبوزات، فقلنا يبقى عجين، فجت من هنا عسل وعجين. حلوة قوي قوي. هاني اندو. حلوة قوي. نبتدي من الفكرة. الفكرة بقى جت منين؟ احنا كده عرفنا التسمية، الفكرة أصلاً. بصي أنا طول عمري investment banker، ماليش علاقة خالص لا بالطبيخ ولا بانكر استثمار، بنك استثمار، وطول عمري بشتغل بزنس analysis حاجات كده، فالموضوع كان مختلف تماماً. تماماً. بس حوريكي برضو إنه هو مرتبط برضو. أيوة. بس بشكل غير مباشر. جات فترة كده قررت إن أنا عايز أخد بريك وأقعد في البيت، و قلت اوكي خليني اقعد. ابتديت افكر طب انا زهقانه عايزه اعمل حاجه، فابتديت افكر طيب هبتدي اقرا شويه عن الصحه وازاي الواحد يعيش بشكل صحي لاسرتي والحبايبي وكده، مجرد ان انا عايزه اعرف اكتر ازاي اعيش بشكل صحي. تمام. فابتديت اقرا ارتكلز وابص على حاجات كتير ادتني افكار، وبعدين قلت طيب انا عايزه اشارك الناس كتير في الافكار دي غير مجرد اسرتي، فلان انا متعوده ان احنا لازم نمشي بالدراسه وان احنا لازم نبقى كريديبل ولنا مصداقيه، فقررت ان انا ادرس هيلث كوتشنج او ابقى مدربه صحه. من خلال ان انا درست سنه في معهد في نيويورك عن اسمه الانستيتيوت اوف انتجريتيف نيوتريشن، عن التغذيه السليمه والهيلثي لايف ستايل، ازاي الواحد يعيش بشكل صحي بصفه عامه.
مش الدايت as much as ان الواحد يعيش بشكل صحي. ولما الواحد بيعيش بشكل صحي كل حاجة في حياته بتتظبط اوتوماتيكلي. يعني هنا الموضوع كان شخصي جدا. انا عايزة انا بشتغل في بنك، تعبت عايزة اخد بريك، قعدت في البيت قلت اما اقرأ واتعلم واخد كورس واعمل حاجات هفيد بيها نفسي وعيلتي. بالظبط صح كده. وبعدين ابتديت الفكره تتطور شويه، انه طب ليه ما فيتش كمان اصحابي بقى اللي هي في الدايره الاوسع شويه، كلاينتس يبتدوا يجولي كهيلث كوتش بعد ما خلصت الدراسه بتاعتي. فابتديت ابقى هيلث كوتش او مدربه صحه، وابتدي اعمل مساعده للناس وسبورت ودعم ازاي يعيشوا بشكل صحي بصفه عامه. مدربه صحه يعني ان انا شخص عايز يخس فبيجي لك، ولا عايز يعيش شرط بشكل صحي؟ بس اكتر اللي بيعيش بشكل صحي يعني عايز ابطل حاجات، حته ان انا احط حد على ميزان واكتب له ورقه واقول له كل كذا وما تاكلش كذا، لا أوكي. كنت بحاول اعلم الناس او اساعد الناس بالحاجات اللي انا اتعلمتها ازاي يعيشوا بشكل صحي بصفه عامه، يعني يختاروا ازاي اكلهم، يختاروا ازاي حتى في الصحيان والنوم والستريس ريليف، يعني كان اللي هو الشكل الصحي العام، مش اكل بس. مش اكل بس اوكي. which is health coach, it's not a diet or a nutritionist. طب احنا نعمل حلقه بقى يعني نعمل حلقه ملهاش دعوه. تؤمري طيب. وبعدين فلما ابتديت بقى اقعد مع الكلاينتس وحتى لاسرتي واهلي، ابتديت افكر طب عايزه اديهم بقى توصيات بايه، ما تاكلوش كذا بس كلوا كذا. اوكي. فالكذا الكلو ده اللي هو المفروض يبقى صحي انا ما لقيتوش في السوق، بالذات في مجال المخبوزات والعيش والحاجات دي. اوكي. فابتديت احس بفرستريشن، انا محبطه، طب انا بتكلم على العيشه بشكل صحي ومش لاقيه البدائل الصحيه بالذات في منطقه المخبوزات، وبالذات بقى المخبوزات اكتر ناس بتاكلها الاطفال طبعا. فالاقي ولاد اخواتي عمالين ياكلوا في مخبوزات كلها سكر ومواد حافظه وعيش ودي ابيض وحاجات، دي كلها كانت بتوترني جدا، لان طبعا لما درست فهمت تاثيرها على الصحة شكله عامل ازاي، وفاهمة ايه البدائل اللي مفروض تتعمل علشان الواحد يبقى بياكل بشكل صحي، ومش لاقي البدائل دي متاحة. يعني كنت بلاقي حاجة مكتوب عليها صحي مثلا يبقى أسبكت واحد اللي صحي، حاجة واحدة بس بقية المنتج كله مواد حافظة بس شال مثلا السكر وحط سكر بني، وبقى كده بقت الحاجة صحية بس كل حاجة تانية فيها مشاكل. ده حقيقي. فطبعا لا، انا بقى فكرت طب يبقى احنا محتاجين منتج كل الخواص بتاعته وكل المكونات بتاعته صحية بالكامل، مش ان انا اقول عليه حاجة معينة واحدة في النص تبقى صح وبقية الحاجات كلها غلط. فاحنا فعلا ما كناش لاقيين المنتج اللي كله كل مكوناته صحية. ده حقيقة. بالظبط. وبعدين فقررت ان انا طالما في احتياج معين في السوق لمنتج صحي، يبقى ليه انا ما اقدمش انا المنتج ده، ليه ما بقاش انا بشارك الناس في ان هم يغيروا اسلوب حياتهم مشاركه اكثر ايجابيه من مجرد ان انا اقول لهم يعملوا ايه، الى ان انا اقدم لهم المنتج اللي فعلا انا كواحده دارسه وضميري يسمح لي ان انا اقدم منتج اكل منه ابني وابنك ولاد اخواتي وكل الناس، لان انا عارفه جوه ايه. فدي كانت اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي، ان انا اللي اكل منه ابني ياكلوه ولاد الناس كلها. فبما اني انا فاهمه ايه اللي المفروض ياكله ابني، فبالتالي يبقى اولاد الناس كلها المفروض تاكل الاكل الصحي، ومش هم بس الاولاد. اقتدت بفكره ان انا كنت متضايقه ان اولاد اخواتي عشان بياكلوا سندوتشات كتير وكده، ان هم بياكلوا بعيش مش صحي، وطبعا الموضوع اتوسع. واي حد، ما احنا كلنا بناكل عيش، كلنا بنحب العيش، احنا بالزبط. كلنا بنحب المخبوزات، كلنا بنحب العيش، ده بالنسبه لنا عشق يعني. بالظبط. انا لما ببقى جعانه ما بقدرش اكل حاجه غير عيش. عايزه اقول لك انه بجد انا ما بحسش ان انا شبعت الا لما باكل عيش، ودي مشكله ناس كتير قوي. احنا في مصر يعني في شعوب معتمده على الرز، في شعوب معتمده على المكرونه، احنا في مصر بنحب العيش، احنا بنحب الغموس. ده حقيقي. دي من الحاجات اللي بتفرق معانا جدا. مظبوط. فانا اولا يعني عايزه اقول لك ان انا بقالي سنتين باكل هاني اندو في البيت وبستخدمه في البيت، ده يسعدنا ويشرفنا، وبنبسط بيه جدا، وبنبسط جدا ان الولاد بتحبه وبتحب تاكله، وبحبه توست وبحبه بيتي باي، بحب كل المنتجات بتاعتكم. فانا كعميله يعني انا الحقيقه لا مجربه المنتج، وبجد بجد اكتر من رائع.
اكتر من رائع. انت كنت من اول الناس اللي سندتيها. انا من اول الناس اللي حبيت المنتج وشفته في كل السوبر ماركتس وانبسطت قوي ان هو كان منتج موجود في السوبر ماركت. وهنا عايزه اسالك على البدايه، ابتديتي ازاي علشان توصلي المنتج ان هو يبقى موجود في السوبر ماركت؟ يعني تنافسي بيه بقى الشركات الكبيره وانتي واحده قعدتي في البيت وقررتي تقري وتعملي منتج عشان تساعدي ولاد صحابك وقرايبك، والموضوع وصل فجاه ان بقى ليكي اكياس بلوجو ببراند موجود في السوبر ماركت؟ ازاي الخطوه اللي قبل السوبر ماركت؟ الخطوه اللي قبل السوبر ماركت سنه دراسه ثانيه بس بشكل عملي. تاني؟ يس. انت غاويه دراسه بشكل عملي؟ لا مش دراسه از انه كتاب بقى وورقه. دراسه منتج. أوكي. لا منتج. منتج لان الموضوع في منتهى الصعوبه انك تشتغلي بدقيق قمح حبه كامله. مش سهل، والا كان كل السوق عمله. طب هاني اندو الوحيد في السوق اللي مكتوب عليه هول ويت، وهو 100% هول ويت. هول ويت حقيقي؟ حقيقي. طيب يعني ايه هول ويت؟ نقولها بسرعه وبعدين نكمل لك القصه. اوكي. هول ويت يعني ان القمح لما بيجي يتطحن عشان نطلع منه دقيق، الدقيق الابيض عشان يطلع بنشيل حوالي 28% من القمحيه. طب ايه هم ال 28% دول؟ 28% دول الالياف اللي موجوده في القمحيه اللي فيها 75 او 80% من الفيتامينات اللي في القمح موجوده في الالياف اللي الدقيق الابيض بياخدها يرميها. طب ليه بيرميها؟ طبعا الناس مش هبله اللي بتعمل كده، بيعملوا كده علشان خاطر الدقيق نفسه يبقى سهل العمل بيه. طب. ينفش بسهوله ويبقى طري ويبقى هش وناعم وسهل ان هم يشكلوه باي شكل من الاشكال. طب. ليه؟ لان الالياف دي بتسبب ان هي بتمتص الميه من العجينه وبتخليها ناشفه جدا وبتخليها صعب جدا انك تطلعي منها منتج مستساغ للسوق. صح. فقعدنا سنه نشتغل انا والشيف احمد مدير الانتاج عندي علشان نقدر نوصل سوا للمفهوم ده، وان احنا نعمل مخبوزات بصفه عامه. احنا جربنا كل حاجه قبل ما نبتدي. مخبوزات بصفه عامه انه نقدر نطلع من دقيق القمح الحبه الكامله منتج نقدر ننزل بيه السوق. بس اللي بيميزك مش بس الدقيق الحبه الكامله، حاجات تانية الاضافات بالزبط. اللي هي برضو ما بتحصلش كتير، او مش كل الناس لما هاجي ابقى عندي بيزنس او عندي نازله السوق واقول بقى ده منتج فيه عسل، بيض، زبده، وايه كمان؟ لبن حليب. كملي. ولبن حليب كل دي قررت انك تعملي بيزنس وتجيبي كل الحاجات دي علشان تعملي منتج صحي حقيقي بجد، اكل حقيقي. انا قلت لك في شقين، في دراستي وفي ضميري. دراستي في ان انا فهمت ايه الصح، وضميري اللي هيسمح لي لما انزل حاجه في السوق ابقى انا راضي عنها، ان انت تاكليها وابنك ياكلها وابني ياكلها والناس كلها لما تيجي تستخدمها وتبقى مبسوطه بيها، وفي نفس الوقت ابقى انا راضيه ومامنه ان انا بقدم الحاجه على قد قدرتي انا وعلى قد امكانياتي انا باحسن ما يكون ممكن. وده حصل الحمد لله، على قد قدرتي وعلى قد امكانياتي وعلى قد اللي قدرت ان انا اقعد ادرسه سواء بشكل عملي او بشكل دراسة. يعني السنة اللي درستها في الهيلث كوتشنج قدرت اوصل للمنظومة دي او للمعادلة اللي ابقى انا راضية نفسيا وضميريا عنها وهي في السوق. هنرجع للسؤال الاولاني، بس قولي لي مكونات سريعا بتستخدمي يعني مكونات طبيعية حقيقية؟ عامة انا معظم المنتجات عندنا اولا ما بنستخدمش السكر الابيض، وطبعا احنا عشان نعمل كده اصلا ونعمل منتج يتخبز بالعسل الابيض والعسل الاسود ده كان في منتهى الصعوبه. انت بتغيري كل المكونات اللي بتخش في لقمه العيش، بدل ما بتحطي دي ابيض تحطي دي هول ويت اللي هو دي القمح الحبه الكامله، بدل ما بتحطي سكر ابيض، ولو بصيتي في المكونات بتاعت معظم المخبوزات اللي موجوده في السوق هتلاقي فيها سكر، وناس كتير يمكن ما تاخدش بالها من كده. بدل ما تشيلي ما تحطي سكر ابيض تحطي عسل اسود وعسل ابيض، بدل ما تحطي لبن بودره تحطي لبن حليب، تضيفي بيض وتضيفي زبده طبيعيه، والزبده الطبيعيه دي البديل ليها بيبقى زيوت اللي هي المصنعه. طب. فانا كل اللي عملته ان انا رجعت للاصل، رجعت للحاجه اللي ربنا خلقها. ربنا خلق القمحيه على بعضها، خدتها على بعضها،
ربنا خلق اللبن حليب ما خلقوش بودرة، خدته حليب. ربنا خلق الزبدة طبيعية مش مهدرجة ومش مارجرين ومش الحاجات اللي بتستخدم في السوق، أخدت الزبدة الطبيعية. ربنا خلق العسل اللي بيجي من السكر من قصب السكر ما خلقوش سكر ابيض وبودره، خدت العسل اللي هو سواء اللي بيجي من النحل او اللي بيجي من العسل الاسود من قصب السكر. فكل خطوه كنت برجع للاصل، وليه انا العيش كان ممكن في عندنا يعني مكونات مختلفه واصناف مختلفه مش كلهم فيهم الزبده والعسل واللبن ليه انا اخترت كده؟ لان زي ما قلت لك كان الالهام بتاعي في الاول الاطفال، وبقيت عايزة لو الطفل أكل لقمة حاف يبقى خد استفادته. يعني لو طفل خد منك لقمة عيش حاف وكلها من هاني أندو، أنت عارفة أن فيها قم حبة كاملة، عارفة أن فيها لبن حليب. عيالنا كلهم بيحبوا العيش الحاف بالظبط. في حد في البيت عنده طفل مش ماشي بعيش حاف في البيت؟ هو ده كان الإلهام في الأول. بالعكس دي حاجة حلوة قوي، وده اللي خلاني قرر أبتدي بالعيش. فكرة لطيفة بالظبط. طيب رحنا لحد ما أخدنا القرار وعملنا بكل المكونات الهائلة دي، وابتدينا ننزل السوق ونزلنا السوبر ماركت، ودلوقتي إحنا مش قاعدين في السوبر ماركت، إحنا قاعدين في المكان الخاص المحل اللي فيه بقى كل افكارك وكل منتجاتك وفي حقيقة كل الحاجات اللي انت كان نفسك تعمليها، وده اول فرع مش كده؟ مظبوط. احنا الفرع هنا ده في الشيخ زايد، كل الناس بتهيألي عارفاه وشايفاه، فيعني فرع جميل وبجد حلو قوي. احكي لي عن الفرع كده سريعا، الناس هنا بتيجي تدخل تعمل ايه؟ يعني ممكن اعمل ايه وانا داخله؟ اشتري ايه واعمل ايه؟ بصي، هو الفرع كان الحلم وكبر، حلمي انا والناس اللي ابتدت معايا، ان احنا مش عايزين نقف عند العيش ومش عايزين نقف عند السوبر ماركتس، وان احنا ما نبقاش لنا اتصال مباشر بالعميل، لان طبعا وجودك في السوبر ماركتس بيحدك بمساحه، بيحدك باصناف معينه ما تقدريش تقدميها في سوبر ماركتس، بيحدك بكميات معينه لازم هو اللي بيطلبها مش انت اللي بتنزليها، مواعيد معينه، حاجات كتير يعني. فهو بيحدك اتليست او على الاقل في عدد المنتجات او التنويع اللي تقدري تقدميها من المنتجات. فاحنا عشان نكسر بقى الحاجز ده قررنا نبقى عندنا اول فرع لينا احنا نقدر نقدم فيه مش بس بقى عيش، لا نقدم فيه كل المخبوزات بنفس المفهوم الصحي اللي يساعد الناس مش بس تاكل عيش صحي، لا تاكل عيش صحي، تاكل بسكوتات صحية، مقرمشات صحية، باتيهات وكراسونات، ودي في منتهى الصعوبة طبعا. منتهى الصعوبة طبعا. والله انها تطلع من دي القمح الحبة الكاملة في 100%. التيم عندي والفريق العمل كلهم اجهدوا نفسهم جدا 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 عشان يقدروا يطلعوا من دي القمح الحبة الكاملة، باتيه وكراسون، عيش مختلف، الكراكرز الخطيرة، منتهى الصعوبة عندكم، كراكرز منتهى الصعوبة، عندنا حاجات كتير، كل المقرمشات هنا مش عادية بجد، مش عادية. بصي، ما هو خلينا نقول حاجة، انت لما بترجعي للخامة اللي ربنا خلقها الحقيقية يعني، اللي الانسان ما عملش فيها شغل وغير من طبيعتها، صح، اكيد هترجعي للطعم اللي ملوش حل. انت حتى كنت بتقولي لي القمحة لونها ذهبي، فاحنا مش معنى ان احنا جايبين مخبوزات او بنخبز مخبوزات بقمح كامل معناه انها تبقى لونها غامق قوي او ان هي تبقى لونها اسود او اي حاجه، بالعكس كل العيش لونه فاتح، لونه ذهبي، لون القمحه. مظبوط. فدي كانت من الحاجات اللي فعلا مريحه للعين، حتى مريحه اللي احنا بناكل بعينينا. مظبوط. فانا لما باكل حاجه كده احس ان هي لونها حلو وطعمها حلو، وانا مش حاسه ان هي ولا وقفت في زوري ولا وقفت على قلبي ولا حسيت ان انا اكلت حاجه بقى دايت وممرره ومش طايقه نفسي وانا باكلها، بس انا عامله دايت وانا عندي لايف ستايل، وتحسي الناس كده ايه، صح، بتبقى شويه متضايقه. لا انا مبسوطه، انا ما بحسش بفرق خالص وانا باكل عيش حبة كاملة، طعمه حلو، ولادي مستفيدين. مظبوط. فلا بجد نرمين كل حاجة تتحدث عن نفسها. ربنا يخليك، أنا فخورة بك. تسلم بجد. أنا بقى فخورة في إن إحنا كمان مش بس قدمنا مخبوزات عادية، إلا إن إحنا كمان قررنا إن إحنا نقتحم مجال الحلويات الغربية، التورت والجاتوهات وهكذا، وجزفة، بس بنفس المفهوم، صح. يعني انت النهارده ما تيجي تاخدي من عندي تورتايه ولا جاتوهيه معموله بدي القمح الحبه الكامله، ما فيهاش سكر ابيض، معموله بالعسل الابيض والعسل الاسود، معموله بالكريمه الحيواني الطبيعيه، ومعموله بالزبده الطبيعيه.
فيعني اي حد عايز ياكل حاجه حلوه عادي جدا ياكلها، متحليه بالعسل وكريمه حقيقيه ولبن وحاجات طبيعيه وكل مزبوط. حاجه المحسنات، سؤال مهم جدا عايزه اروح له قبل بقى ما نروح ونلف ونشوف، في مفاجآت كتير قوي في الحلقه دي استنوها يعني ما تستعجلوش. المحسنات، كلميني عن محسن الخبز اللي بتستخدميه. بصي، هو احنا ابتدينا بان احنا نفهم انه لازم يبقى فيه محسن خبز، طبعا دي حاجات انا بالنسبه لي طبعاً. انا زي ما قلت لك انا كنت انفستمنت بانكر، فبالنسبه لي كل المعلومات دي كلها مكتسبه من السنه اللي انا قعدتها بدرس بشكل عملي. مبدئيا كان قرار قاطع من الاول ان انا منتجاتي مش هيبقى فيها مواد حافظه، ودي كانت بتمثل يعني صعوبة شديدة لصديقي وزميلي الدكتور صاحب المعمل اللي كان بيساعدنا وبيساندنا، انه نرمين الدنيا كلها شغالة، وده تخصصه بقى المحسنات والمواد الحافظة، وما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها كده، لا انا عايزة كده. دايما الناس بتجيلك فتقولك لغة السوق خلاص، يعني ما ينفعش، طب انت حاجتك هتعفن وهي عرفة انا عايزاها هتعفن، معلش اللي هو عارفه ما تبتدي هو كده، ما هي على فكره هنسيبها تعفن، كانت الناس في الاول تيجي تشتكي حاجتك بتعفن، على فكره دي حاجه في مصلحتي، دي حاجه يعني حاجه، دي حاجه حلوه دي مش وحشه، ده صح. لانك لو جبتي عيش او اي، لو جبتي طماطمايه وحطيتيها في حته حر لمده 3 ايام ما هتعفن لانها طبيعيه، ولو ما باظتش يبقى فيها مشكله، يعني يبقى انا عملت حاجه غلط. فالمهم يعني فضلنا نحاول ونحارب كتير لغايه ما وصلنا ان احنا بقى دلوقتي بنجيب محسناتنا مستوردة من ألمانيا، بس كلها كلين ليبل، يعني ما فيهاش الكيميكلز، الكيماويات المضرة، المضرة القاسية اللي ممكن تبقى مؤذية للصحة لما أي حد يستهلكها سواء طفل أو كبير. فالحمد لله، وده عايز أقولك برضو بيزود في التكلفة كتير جدا جدا جدا، بس أنا في الآخر كان هدفي أني أعمل المنتج اللي أنا راضي عنه، هتطلع تكلفته كام ما كانش ده الطريقه اللي انا بفكر بيها وانا بفكر في هاني اندو، ما كانتش دي خالص، كانت هيطلع صحي ازاي. وحتى ناس كتير قالت لي ما حدش هيفهمك اللي انت بتعمليه ده، ما حدش هيتفاعل معاه، ومجرد ان هم هيلاقوا حاجه ارخص منك بنص جنيه هياخدوها. فانا قلت لا، ما حصلش ده، ما حصلش، ما هو انا قررت ان لازم نبذل مجهود نساعد الناس، ما هو مش كل حاجه نستسهل وخلي الناس تعرف، يعني احنا أنا اللي كنت بنعرف بنفسي في السوبر ماركت احنا بنعمل ايه، اعرف الناس منتج واعرفهم بيه، بالذات اللي معاها داخله في معاها طفل وكده، كنت بقف بنفسي اقول لهم يا جماعه انا ده منتج جديد وفي 1 2 3 4 واحنا اللي عاملينه وعارفين جواه ايه والمصنع لسه جديد، وكنت بقف اعرف الناس، ما اتكسفتش او ما وفرتش اي مجهود ممكن يبذل علشان احاول اوصل الفكره للناس واعرفهم المنتج ده ليه مفروض ان هم يدوروا عليه، مش عشان انا عايزه اكسب فلوس، بس عشان ده احسن ليهم ولاهلهم ولاولادهم. انت فخر لينا كلنا وبجد دي حاجه حلوه قوي، البراند مصري وصاحبه البراند مصريه والمجهود المبذول، وبجد كل حاجه، والتيم بتاعي كله مصري، والتيم طبعا اكيد كله مصريين، وخبره كده، وبجد انا سعيده بيكي.